أعلام 26 دولة مشاركة في الألعاب، فرق فولكلورية واستعراضات أخرى. وهران تتزين بألوان البحر الأبيض المتوسط. 100 يوم تفصلنا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب المتوسطية شهر جوان المقبل. نحن على أقل من 100 يوم من حفل افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران. وقلت يسرني أن أعطي انطلاقة التظاهرة المخصصة لهذا الحدث، وهي انطلاقة القافلة اللي رايحة تقطع كل شوارع مدينة وهران، متمثلة بالحركة الجمعوية خاصة الرياضية لمدينة وهران. برنامج ثقافي وفني متنوع خصص لهذا الحدث، انطلاقا من ساحة سيدي محمد مرورا بواجهة البحر وصولا إلى ساحة أول نوفمبر. سطرنا البرنامج يبدأ من الأمسية هذه ابتداء من الثالثة، الإعلان الرسمي لبداية هذه الألعاب 100 يوم قبل الانطلاق نتاعها أكيد، ثم نمشي لساحة سيدي محمد أو الانطلاقة راح تكون سيدي محمد بالنسبة للوفد أو القافلة إن صح التعبير اللي متشكلة من 42 مربع، كل مربع فيه بين 30 و50 يعني مشارك. هذو شي مشاركين شكون؟ الرياضيين، الجمعيات في المجال الثقافي، المجال السياحي، في المجالات متعددة، فيه الفولكلور، فيه الزرنة، فيه الخيالة، فكل الخيول عفوا، فكل هذا راح يكون في القافلة اللي تمر أكيد راح تمر على شوارع مدينة وهران. موعد 100 يوم عن الألعاب هو بداية الإعلان الرسمي على إطلاق الحملة الترويجية التي أعدتها اللجنة المنظمة في كل الجوانب التنظيمية، الرياضية منها، الثقافية والسياحية.